واش قال سي احمد؟ قال حاجه مليحه. من جهه، شوفوا انا نسمعوا برك، نقصروا بيناتنا برك. من جهه بنويره لاجودان شاف هو اللي حاكم الدوله، والسيرجان شاف عبد الله دار الثوره، والكابران بن حليمه هو سلاح الخطير نتاعنا في الصحراء، حدا الصحراء الغربيه والمروك، يعني في تندوف. ويقول لك حاربوا عصابه الجنرالات، نو حاربوا عصابه السرجانات، الكابرانات، لاجودانات، بيسك لاجودان شاف حاكم الجزائر، والجنرالات يقرضفوا له، ومن بعد ثم تحاربوا الجنرالات. مي جو كومبرون با احمد، جو كومبرون با. بون معليش هادي قصرة برك هذا. C'est toi, Lies, qui est très intelligent si tu comprends pas, imagine-toi le bout de flemme et fais-moi. Voilà, mais معليش حنا نسيو نقربوا لهم الفكرة برك. شوفوا شوفوا كونسيرنون الهبة الشعبية، والله الانتفاضة الشعبية، لو سولافمون بوبولار. دوك نهضروا حاجة باينة واضحة، النظام اللي حاكم في الجزائر قرر في راسو انه درك يخلق طبقتين دو كلاس، لا كلاس دي زيكرازي اي لا كلاس دو سو كي لي زيكراز. يعني الجزائر تعود فيها طبقتين دو كلاس، المعفوسين وطبقة تاع اللي يعفسوا في المعفوسين. تو سامبلومون هذا الشيء كيفاش يقدروا يديروه؟ يقدروا يديروه بسلاح واحد، اون سول لارم، سي ليكونومي، سي ايطالي اون كريز ايكونوميك، يعني توسع دائرة الفقر، دائرة الأزمة الاقتصادية، تو كورومب توت لا سوسيتي، لأنه الفقر ينحي المبادئ، ينحي الحشمة، ينحي حوايج بزاف، تتفلق لا سوسيتي من الضغط نتاع الفقر، اون فوا تتفلق الدوب تعود انيفيكاس. اون سوسيتي اللي ما تخدمش وانيفيكاس ويرمي ولها تاكل لي غران كي الدجاج، انو سو ريفولت با. هادي هي الحرب الاهليه تاع 2022، كيما حرب اهليه 92، كيما حرب الاهليه تاع 62. دونك انا واش حابين نقولوا حنا لو سولافمون هذا، ما نقولكمش انا لو 22 ولا غدوه ولا بوركوا با غدوه، على 22 علاش حنا ديما نديرو لي زانيفرسير، نقابرو انيفرسير ونربحو على غدوه. بصح ديروها هبه تاع قفه تاع جوع، فهمكم علاه، بصح تكون شامله وعامه توتال، بصح تاع قفه، ما تحكيوش بوليتيك، قفه قدره شرائيه، قدرة شرائية وتحسين الأوضاع، الصحة والتعليم، اللي هما أساسين تطور أي دولة حابة تتطور. هذاك واش ضربوا هما؟ الصحة والتعليم، وضربوا الغذاء اللي هو أساس الصحة بعد. دونك توا علاش؟ باش يرفعوا عليكم. أتون جو سوبريم كالكان، أنا نقول لكم الحمير المعرب زين، غير ما تجيوش عندي خلاص، ما عندكمش بلاصة. باش يرفعوا عليكم لا بريسيون ايكونوميك، تو سامبلومون لا بريسيون ايكونوميك، سي تري امبورطون، يرفعوا عليكم لا بريسيون ايكونوميك، لانها سلاح في التاك. شوفوا الرصاص كي يقتل يدير الحس، الرصاص كي يقتل يدير الحس، اي لاتير لاتونسيون. بصح الجوع وسوء التغذية وعدم توفير وسائل العلاج والأدوية المدرحة، هادو يقتلوا بالآلاف بلا شي حس، لأنه واحد ما راح يدير اون لونكيت تاع لا كونسوماسيون، واحد ما راح يدير ما هي تداعيات سوء التغذية على الصحة الوطنية، كيل سون لي زامبليكاسيون دو لا مال نوتريسيون سور لا سونتي دو لا بوبولاسيون. Comment peut-on l'améliorer? Quels sont les produits de substitution?
لا كريز كومون لا جيري. شوفوا قلتها لكم، رب العالمين يعلمنا في سورة يوسف كيفاش سيدنا يوسف كيف فسر الرؤيا تاع الملك، قال له اجعلني على خزائن المدينه فاني عالم حافظ. واش معناتها عالم حافظ؟ il maîtrise, il a la science de la gestion et il est honnête. il a géré la crise. ما هلكتش الشعب. لازم الشعب يفهم انه الناس اللي في الحكم نورمالمون خدامين على مصالحه هو، دونك هو مفوضهم باه يقوموا بالمصالح نتاعو، ماشي اللي في الحكم هما اللي يصدقوا عليه والله قاعدين يعطوه. كاين واحد يقول لك رحماني امين حفيظ، سي فري احمد فؤاد مرسي ما كوريجي امين حفيظ. با سي فولي عطيت انا المعنى من القصه في حد ذاتها سي عرفي، مي بون سي فري جوري دو ندقق في الايه. المهم نسيت كاع واش كنت نهضر، لي كومبليتمون بلي راح لي الفيل. سي تي كو تي تو كونتردي او فور يا مزور دو تي لايف، ressaisis toi pensant tu démontres que tu es à la solde d'un système et tu es un anti-révolutionnaire. Abdelrahman Harouz. Tout à fait, monsieur Harouz. Bien vu, tu vois comme les autres d'ailleurs. Monsieur Harouz, oui. Chauffe. Si tu vois que je me contredis, oui, tu as raison. Surtout, ne réfléchis pas plus. Rak marabeb. راك فريمون في الطوب نتاع الانتيليجونس لا بيرسبيكاسيتي. ريح كيما راك ما تزيدش، كون تزيد راك تدوخ. دونك جو ريفيان، حنا درك كي نقولوا ثورة الجوع باسكو على بالنا بلي ماذا بينا الشعب هذا يرفعوا يديهم عنه شويه كي لاف لا بريسيون ايكونوميك، باسكو على بالنا بلي ديغال اللي يدير. وهذه نصيحة لوجه ربي، باسكو اون فا با نطلبوا من الشعب يدير ثورة، الشعب نتاعنا إلي انكابابل يدير ثورة باش تكونوا في علمكم. أي ثورة يديرها يحشيوها له فيها. باسكو إلي انكابابل يخرج قيادة سياسية. حتى من الناس اللي زعما يمارسوا في السياسة قسمين، قسم مهابل وقسم ديزيسكرو. دي اسكرو بوليتيكا تاع صباط، ماشي اسكرو كبير قال اكول بلون كدا ستيل تاع لا سيتي ولا في الانجليز ولا لا لا تحت خلاص. دونك الشعب اللي ما قدرش يخرج طبقة سياسية واعية عندها برنامج تقودو للدفاع على مصالحه ما يقدرش يدير ثورة، محال. مازلنا نغلطو توجور في لو موديل تاع 54. ثورة 54 كانت في غير وقتها.